إذن يشهدون تشهد هذه الأمة للأنبياء يوم القيامة. لكن ليعلم أن هناك قولا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرتب أي إنسان عليه حكما، هذه الأمة تشهد للأنبياء إلا من في قلبه حنة، يعني شحناء بينه وبين أخيه، فلا يشهد يوم القيامة للأنبياء. هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول لبعض العلماء ولا يثبت. إذن من كان عادلا خيارا فإنه يشهد يوم القيامة للأنبياء بأن الأنبياء قد بلغوا قومهم الرسالة.